مشاهدي الكرام أهلا بكم في برنامج ما وراء السياسة هذه المرة نتوقف مع الشرعية اليمنية في الرياض وعدن نتوقف مع الأحزاب اليمنية نتوقف بشكل عميق مع قيادة التحالف ونقول بعد ذلك الشرعية اليمنية الأحزاب اليمنية التحالف العربي ما لهم وما عليهم نناقش ما استطعنا بالتفصيل وبالعمق نذهب نحو عمق المشكله بغيه الخروج بالممكن المتاح من الحلول. ساتحدث اليوم مع شخصيه سياسيه يمنيه معروفه جدا الاستاذ المحامي عبد الله نعمان. الامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وهو شريك في العمليه السياسيه منذ مطلع مؤتمر الحوار الوطني في الموزمبيك حتى جاءت احداث الحرب والانقلاب و والمنفى والشتات والحالة السياسية والحالة العسكرية الراهنة في المشهد اليمني يشرفني كثيرا أن أرحب بك أستاذ عبد الله نعمان أهلا بك ضيفا عزيزا كريما في برنامج ما وراء السياسة أهلا وسهلا بك وشكرا لك أخي العزيز على الاستضافة ولقناتي من شباب أنا سأستأذنك بفاصل قصير فقط ثم سأستأذنك ألا أبقي معك ولا أذر مشاهدي الكرام فاصل قصير الشرعيه اليمنيه في الرياض وعدم بعد ثلاث سنوات من الحرب محل سؤال فقد صار لها جيش يقاتل على الارض ومقاومه شعبيه عريضه تسندها وتحالف عربي عريض بقياده السعوديه يستضيفها ويتكفل بتمويلها وحاضنه عربيه ودوليه كلها تقفل الابواب في وجه جماعه الحوثيين ومع ذلك لم تنتهي الحرب ولم تهزم الانقلاب بعد ثلاث سنوات مستمره من الحرب كما لا يبدو في الافق القريب انها ستستعيد الدوله الواقع يقول ان جماعه الحوثيين مع حليفهم صالح يسيطرون على الارض والمؤسسات في صنعاء وما جاورها والحديده ومينائها فيما تحتفظ الشرعيه بالقرار لكن تطاول امد الحرب وعشوائيه القرارات والتعيينات في جسم حكومه الشرعيه كان كفيلا بخلق فراغات تملاها اخطاء تتغذى منها جماعه الانقلاب وصارت ترتفع الاصوات الكثيره جدا على مسرح اليمن المؤيده للشرعيه تطالب بتعديل المسار وتصويب القرارات مخافه ان تتاكل المكانه الاعتباريه للشرعيه في قلوب كل من يرفض الانقلاب حتى لا تكون الشرعية مجرد هيكل عظمي له سفارة يطبع جواز السفر وحتى لا تكون خلاصة المشهد اليمني كله أن جماعة الحوثيين لا تضمن البقاء فيما جماعة الشرعية لا تضمن العودة أهلا بكم مشاهدينا أبدأ الحوار في برنامج ما وراء السياسة مع الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعب الناصري في اليمن الأستاذ المحامي القانوني والقضائي آه الاستاذ عبد الله نعمان اهلا بك استاذ عبد الله اهلا وسهلا بك اخي العزيز وشكرا جزيلا لك ولقناة من شباب على الاستضافة طيب سيدي ابدا معك من حيث انتهى الناس وهذا السؤال اكرره في كل حلقاتي حتى الان ثلاث سنوات من الحرب في اليمن قراءتك للحاله الراهنه لدنيانا اليمنيه بعد ثلاث سنوات على الانقلاب الذي قاده الحوثيين وصالح والحرب التي تلت هذا الانقلاب واستدعاء تدخل خارجي بفعل الاستفزاز الذي أقدم عليه الحوثيين والتصريحات العالية السقف والتهديدات لدول الجوار وصلت اليمن الآن إلى مفترق طرق إما أن تذهب نحو المجهول والتشظي وبالتالي لن نجد يمن هنا في هذه الحاله وانما سنجد كيانات متعدده وحرب اهليه و وربما ندخل في حاله شبيهه بحاله الصومال الآن سابقا طبعا الصومال الان تعافت لا لا زالت منقسمه لا زالت منقسمه تعافت من الحرب والصراع نعم، اقصد نعم،, نعم لكن لا زالت منقسمه او اننا نذهب نحو تسويه سياسيه ترتكز على أساس تسليم السلاح وخروج الميليشيات وإزالة أثار الانقلاب والتوجه نحو التعافي من حالة الحرب التي دمرت كل مقدرات المجتمع اليمني ثم العوده الى مخرجات الحوار وبناء الدوله اليمنيه القائمه على المواطنه المتساويه والتوزيع العادي للثروة طيب اسمح لي يعني اركز الحديث بمفاصل معينه وارجوك احتملني. ما هو الخطا الذي اقترفه اليمنيون حتى قادنا الى هذه الحرب ببساطه يعني. انا اعتقد ان اليمنيين لم يقترفوا خطا ولكن من اقترف الاخطاء هي النخب والقيادات السياسيه. وفي تصوري أن هناك ثلاثة أخطاء رئيسية الخطأ الأول كان هو القبول بمبدأ التقاسم التخصص الوظيفة العامة بعد التسوية السياسية التي عقبت الثورة الشبابية الشعبية والخطأ الثاني كان تمثل في الحسابات الضيقة والآنية لكثير من القوى السياسية التي ذهبت أو تماهت إلى حد كبير مع الانقلابيين في مشروعهم الانقلابي والخطا الـ 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 الاخر ايضا الـ الدخول في حوار لا افق له مع الانقلابيين حيث كان يفترض على القوى السياسيه اما ان تقبل تدع تحالف الانقلاب يحكم وهي اما ان تقبل المشاركه في هذا الانقلاب او ان تعارضه بادوات سلميه. لكن مع الاسف اه تماهت كثير من الاحزاب وظلت تبحث عن حلول خارج سياق المرجعيات الشرعيه. ويعني اغفلت تماما استخدام الوسائل السلميه للضغط على الانقلابيين من اجل العوده عن مشروعهم فذهبت الامور في نهايه الامر نحو الحرب. هل يمكن القول بانكم الاحزاب السياسيه اليمنيه تفتقر للخيال السياسي لدرجه انكم عشتم تجربه حوار الموفنبيك ولم تتخيلوا ابدا ان تقوم جماعه الحوثيين بابتلاع اليمن لم تتخيلوا ابدا ان جماعه الحوثيين ستشعل الحروب في بقيه اليمن ثم سياتي التحالف ثم ستجيء الحرب ثم ستجدون انفسكم في المنفى كل هذا لم تتخيلوه اذا انتم لم تكونوا رجال سياسه اصلا يعني في واقع الامر ليست المساله مساله خيال يعني كانت نذر الانقلاب ونذر الحرب قد اشتعلت أثناء في الايام الاخيره من انعقاد مؤتمر الحوار وكان من الواضح ان هناك مجموعه قوى لا تريد لدوله المواطنه المتساويه والتوزيع العادل للثروه طبعا ان ترى النور ان تبصر النور في اليمن. ما اريد ان اقوله انا انه كانت كل صحيح الانزلاق نحو الحرب واثار الدمار والمسائل هذه ربما يعني لم يكن متوقعا. لكن حب الحوثيين والانقلابيين ورغبتهم على السيطرة وعدم امتلاكهم لمشروع كان أمر واضح تماما في حواراتنا مع لكن مع الأسف وجدت قوى سياسية أرادت تحت مبرر المظلومية للحوثيين أن تصمت إلى حد معين أو أن تشاركهم في الغنيمة طيب يعني أجعل الأمور أكثر وضوحا وأكثر قسوة أه تقريبا غالب حروب اليمنيين مع بعضهم لا تتجاوز سبعين يوما حرب السبعين يوم بعد الجمهورية في الستينات ثم دعنا نذهب حتى ونقفز إلى حرب صيف أربعة وتسعين كانت سبعين يوما ثم جاءت الحروب الستة في صعدة أكثر حرفية ظلت ثلاثة أشهر أو سبعين يوما حتى حينما قامت الثورة السلمية في 2011 ايضا المناوشات العسكرية اخذت في حدود 70 يوما نفسنا في الحروب قصير. هذه المرة جاء التحالف العربي وهذه المرة كانت ايران قد قويت او قوت جناحها العسكري في اليمن وهذه المرة علي عبد الله صالح كان قد قرر ان يحول الجيش والامن والمخابرات الى ذراع يقاتل بها خصومه السياسيين في الداخل. لم تتخيلوا كل ذلك حدودكم سقف أفقكم سبعين يوم لم تتخيلوا أن يأتي العالم يقاتل بعضه في الداخل اليمني السؤال هنا إذا أنتم طبقة سياسية تعملون في أي مربع خيالكم في المستوى الذي تتناكفون فيه مع بعضكم البعض لكن خيال أن, أن, أن تحصل اليمن من حروب طويلة الأمد لم تكونوا بمستوى هذه المسؤولية ربما يعني قلت لك في كثير من الحسابات كانت قاصره لدى كثير من القوى السياسيه لكن في واقع الامر ما حصل في اليمن هو ليس مجرد انقلاب ولكن لانه الذي الانقلابات الطبيعيه على مر التاريخ دائما الفئه التي تسعى للوصول للسلطه تسيطر على العاصمه وعلى مقدرات القرار وبالتالي تبقى السيطرة على المركز فيدفع الأطراف الأطراف نعم. اللي حصل طبعا هنا مسألة أخرى تماما الانقلابيين لم يكتفوا بالسيطرة على المركز وإنما ذهبوا لغزو المحافظات كان هناك مشروع المشروع طبعا بالتأكيد له امتدادات إقليمية ولو امتدادات دوليه وهو ياتي في سياق مخطط محاوله اعاده رسم خارطه المنطقه العربيه واعاده تجزئه المجزه وتقسيم المنقسم الامر كان واضح ربما يعني حصل في مسار هذه الحرب اعاده تفكير او تقييم من قبل بعض القوى التي تدير هذا المخطط في المنطقه وهي قوى دوليه طبعا لها مصالح اكيد في المنطقه العربيه بدات تدرك بان هناك خطر للقوى الاخرى التي اتاحت لها الحرب مساحه كبيره للعب اللي هي قوى الارهاب الجماعات الارهابيه فبدات تشعر بان خطر الارهابيين او خطر مواجهه الارهاب لديه أحتل أولوية لديها آه فتوارى شوية مشروع التفتيت إلى أن تنتهي مسألة ليش المواجهة مع الإرهاب لكن هو مخطط كبير ربما كثير من القوى السياسية لم تكن تدركه طيب وقع الفأس في الرأس نحن الآن في مرحلة الشرعية اليمنية بين المطارات والعواصم العربية وفي أغلب الأحيان بين الرياض وفي أحسن الأحوال في عدن السؤال الآن هذه الشرعيه اليمنيه اين هي؟ ما لها وما عليها يا استاذ عبد الله نعمان؟ مع الاسف الشرعيه والتحالف لم يمتلكوا رؤيه موحده تحدد فيها الاولويات والوسائل والاجراءات لمواجهه هذا الانقلاب وهذا جزء من المشكله التي ادت من الاسباب والعوامل التي ادت الى اطاله الحرب. النقطه الثانيه ايضا علينا ان ندرك بان الشرعيه مؤسسات الدوله انهارت تماما بفعل الانقلاب. والشرعيه بدأت تتحرك من الصفر، لم يكن لديها اي مؤسسه وليس لديها اي مرتكز حتى تستطيع ان تنطلق منه. بينما طبعا في المقابل الطرف الاخر ورث هياكل مؤسسات على الاقل قائمه. يا سيدي ورث مباني، لا ليس لديه مشروع لا ولا لا خطه، لا 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 لا. وانتم لديكم المشروع والخطط وفريق العمل. لا, لا معليش، هو ورث هياكل قائمه، مثلا مؤسسه الجيش الحرس الجمهوري يمكن جرى تغيير في بعض قياداته في بعض الالويه العسكريه الموجوده لكن الهياكل ظلت قائمه وكان لديه القدره على التوجيه. بينما ما عندما نتحدث عن الشرعية الشرعية لم يكن لديها جيش على الإطلاق لديها مجموعة من الأفراد لديها مجموعة من الضباط الذين خرجوا من ألويتهم العسكرية وبدأوا يعملوا يعني يتجمعوا في شكل أنوية صغيرة جدا لبناء الجيش هذه مسألة مهمة جدا لا وزارات لا معلومات لا أراشيف لا, لا ليس لدى الشرعيه شيء كانت تمتلكه وهي لم تكن تعد لهذه المسأله وما الذي تمتلكه اليوم؟ هذا جزء هذا طيب جزء من ثلاث اللي... سنوات ما الذي ف... تمتلكه الشرعيه اليوم؟ بقي لك تفضل هذا جزء من المشكله، الجزء الثاني من المشكله ان الشرعيه ايضا لم تمتلك رؤيه لاداره الدوله في المناطق التي حررتها فلم الشرعيه لم تمتلك رؤيه لاداره المناطق التي حررتها طيب اذا تمتلك رؤيه في ماذا نعم. في المريخ في عطارد <applause> فلم تستطيع خلينا نشخص الحال كما هو تفضل سيدي آه لم تستطع ان آه توفر الحد الادنى من متطلبات الناس، آه لم تستطع ان تعيد الخدمات، لم تستطع ان تبني الانويه الضروريه سواء لاعاده بناء المؤسسه الامنيه والعسكريه او حتى للمؤسسات المدنيه التي تستطيع ان تثبت امن واستقرار المحافظات المحررة وتقدم كثير من الخدمات وهذا كلام مش جديد أنا قلته بعد سنة مباشرة من من عملية التحرير أي مبررات قد تساق من, من الشرعية بعدم وجود توافر الإمكانيات و إلى آخره هي مبررات طبعا غير مقبولة هو عجز بصريح العبارة بصيغة سياسية جاءنا التحالف العربي لاستعادة الشرعية ولتقليم اظافر ايران ومخالبها في الجنوب السعودي على مقربه من مخزون النفط العالمي في دنيانا اليمنيه. ثلاث سنوات لم تنتهي الحرب، لم تتمايز الحرب كما لو ان التحالف جاء بلا مشروع. وكما لو انكم انتم الطبقه السياسيه اليمنيه في السعوديه لم تخلقوا مشروعا في في احضان التحالف لياخذه منكم وينفذه او ليعتمده. ماذا ذهبتم تفعلون في الرياض وماذا لدى الشرعية أو لدى التحالف ليعطينا في اليمن أنا طبعا أولا لست في الرياض أنا عايش في اليمن وذهبت للرياض مرتين المرة الأولى قمت فيها أربع أيام والمرة الثانية حوالي سبعة أيام لكن انت تتحدث عن ال ال الطبقه السياسيه وفي الحقيقه معك. انا لا ارفض لماذا تذهبون للرياض لا 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 في ظل وجود انقلاب متخلف لا 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 انا اتساءل عن النتائج أنا, انا انا, معك انا اتكلم عن قياده سياسيه شوف نحن كنا ندرك تماما المآلات التي بتترتب على عمليه الانقلاب والحرب لهذا نحن في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في يونيو 2015 بدايه يونيو اصدرت بيان الأمانة العامة للتنظيم ناتج عن اجتماع هذا دعونا فيه لعدد من القضايا أولا كان لابد من أن يكون هناك هيئة متابعة لمخرجات مؤتمر الرياض تستعيد الشراكة والتحالف مع الشرعية ولا تكون ملحقة بها هذا واحد طبعا لم يستجب لهذا الأمر اثنين دعونا منذ البدايه لمساله توحيد قوى المقاومه تحت قياده عسكريه واحده. دعونا منذ البدايه ان يتم التعامل مع المقاومه من خلال نافذه واحده يتدفق منها الدعم، لا ان يتم التعامل بصوره مباشره مع مجموعه جزر أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه. الشرعية التحالف الشرعية لا يمتلكون خطة ولا رؤية موحدة تحدد الأولويات والوسائل والسبل التي يمكن من خلالها أن تستعيد الشرعية سواء على المسار السياسي أو على المسار العسكري، وأستطيع أن أقول لك حتى هذه اللحظة هذه الرؤية غائبة. والقيادة الموحدة التي تدير هذه الأزمة غائبة. ماذا لو قلت لك بإعتباري يعني أفهم المشهد اليمني وهو بلدي الذي أنا يعني ترعرعت في احضانه يعني الا يمكن القول ان احد اهم اسباب اطاله الحرب هو ليس قوه وتماسك جماعه انقلاب قادمه من الكهوف وانما اخطاؤكم حفله الاخطاء القادمه من الشرعيه ذلك صحيح ما قلته صحيح عنه. و... تضمن ما ما ذكرته جزء مما تضمنته الرؤيه التي قدمها التنظيم في يونيو 2016 بعد انتهاء جوله الحوار الاولى، قلنا ان سر قوه الحوثيين الان او الانقلابيين ليست في سلاحهم ولكن في اخطاء الشرعيه واخطاء التحالف، هذا الكلام صحيح ما تقوله ولا ولا زالت حتى الآن هذه القوى الانقلابية تتغذى من هذا التفكك والانقسام والتصدع الموجود في صوف الشرعية والتحالف ومن الأخطاء المستمرة لهذه القوى طيب لا أدري أنا أعتقد أني يعني أزعم أني مستعد بأسئلة توقعت أنك سترفضها في غالبها أو ستتهرب منها فإذا بك في منتهى الصراحة طيب نكملها يعني على بركة الله آه هل تتفق أو تختلف مع من يقول بأن الشرعية اليمنية تتآكل من داخلها كالأرضة وأنها تنحسر وأنها في حالة موت إكلينيكي سريل آه آه تحتاج إلى إنعاش وإلا فهي يعني تنهار وزنا ومقاما أمام الشعب اليمني استمرار الحرب له آه تداعيات خطيرة جدا على الساحة اليمنية والمستفيد من استمرار الحرب هم الانقلابيون وليست الشرعيه والتحالف. وهذا الامر ايضا طرح في رؤيه من التنظيم قدمت وحتى في ندوات انا تحدثت في هذه المساله وفي مقابله كان اخرها مع جريده العربيه الجديد، قلنا ان استمرار الحرب يخلق حاله تحول في الراي العام الداخلي. هذا التحول في الراي العام الداخلي عندما يتوا عفوا عندما التواكب استمرار الحرب مع عجز الدولة عن إدارة المحافظات المحررة وعدم قدرتها على تثبيت منها واستقرارها وعدم القدرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجات ومتطلبات الناس ووصل حتى العجز عن سداد المرتبات مع أنه التزام حكومي يجب أن تلتزم بتنفيذه خاصة بعد أن اتخذت قرار بنقل البنك المركزي كل هذه العوامل زائد الأخطاء الاختيارات السيئة لقرارات الأخ الرئيس والمربكة اخطاء القرارات التي لا ليس لها أي معنى في التعيينات الواسعة هذه كلها تعمل تآكل في صفوف الشرعية وتخلق تصدع في صفوف القوى الداعمة للشرعية وهذا سي يعني يضيف إلى عوامل القوى التي أنت تأخذني إلى سؤال خطير في الحقيقة كيف يفكر رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي أعتقد السؤال هذا المفترض يوجه لي هذه. طيب أنتم القوى السياسية الأحزاب حينما تشاهدون القرارات الجمهورية التي صدرت في فترة ثلاث سنوات بتعيينات ربما تفوق حكومة اليابان وبوزراء ووكلاء ومدراء عموم ومستشارين ومست... و... و... يعني من نحن حتى يكون لنا كل هذا الطاقم الطويل العريض في حكومة منفى تواضعوا يرحمكم الله هذا صحيح ولذلك في رؤيتنا الجديده التي قدمت تقريبا في يونيو من هذا العام طرحنا اعاده النظر مراجعه كافه القرارات التي اصدرتها الحكومه واصدرها الاخ الرئيس خلال الفتره السابقه والغاء كافه القرارات التي لا تتوافق مع شروط الدستور والقانون ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبدون هذا التوجه لا ستظل الرساله سلبيه ولا يمكن ايضا ان نتوجه للمجتمع بخطوات ايجابيه تشعر المجتمع بان هناك تحول في الممارسه والسياسه ما لم تلغى هذه القرارات وانا ايضا اؤكد على اهميه هذه الجزء اهميه هذه الجزئيه وعلى ان القوى السياسيه تضع نفسها في محك اختبار امام هذه القرارات، اما ان تتمسك بها وتجني فوائد ذاتيه وخاصه او ان ترسل رساله ايجابيه هي والقياده الاحزاب والقياده السياسيه بان هناك توجه جدي لعمليه الاصلاح في اطار الشرعيه وهذه هي الخطوه الاولى. طيب حكومه دوله رئيس الوزراء الاستاذ الدكتور احمد عبيد بن دخان. يعني هذا الفريق من الوكلاء والوزراء هل تعتقد أنهم يصلحون لزمن الاستقرار حتى يكونوا صالحين اليوم في زمن الحرب؟ أنا أقول الحكومة بهذا الشيء شوف عمليا الحكومة بعد إقالة رئيسها خالد بحّح تعتبر هي حكومة مقالة وهي حكومة غير دستورية الآن وحكومة أمر واقع وهذا مبدأ وموقف من المواقف التي حددت التنظيم مع الحزب الاشتراكي منذ أن صدر قرار قالت بحاح ليس تعاطفا مع بحاح ولكن التزاما بالمرجعيات التي نطالب الآخرين بالالتزام بها يعني فهذه حكومة أمر واقع حكومة ليست قادرة على إدارة البلد حكومة في فوضى بهذا الشكل نحن لسنا بحاجة إلى حكومة بهذا الحجم نحتاج حكومة مصغرة يعني حكومة طوارئ بعدد لا يتجاوز 12 وزير وكفاءات نعم هل أنت تأسف على بحاح؟ لا تتمنى عودته؟ لا اسف ولا اتمنى عودته، لكن اقول الطريقه التي يزيح بها لا تتوافق مع الدستور. اها <applause> طيب هل تعتقد ان حكومه الدكتور بن داخر تستطيع ان تقوم بشيء من اي نوع؟ الان العمله في حاله انهيار مزري في اليمن والشعب اليمني بلا رواتب والحرب مستعره والبلد في حاله خراب. اذا ماذا تصنع هذه الحكومه؟ عندما لا تمتلك الحكومه المشروعيه الدستوريه فهي بالتاكيد ستكون عاجزه فما بالك عندما تكون الحكومه متناثره في الداخل وفي المنافي وفي عواصم المحافظات العربية من المؤكد أنها لا يمكن أن تستطيع إصلاح الأوضاع القائمة علينا أن نفكر بأن المرحلة القادمة مرحلة حاسمة ومرحلة هامة تحتاج حكومة جدية حكومة تتمتع بقدرات استثنائية حكومة لديها رؤية وأولويات واضحة نحن لا نريد حكومة أن تفكر لنا لسنوات لعشرات السنين ولا حتى الخمس سنوات نريد حكومات تعمل لنا برنامج لستة أشهر وسنة فقط أجل وتنجح فيه نعم طيب أنتم الأحزاب السياسية اليمنية هل تزالون على قيد الحياة؟ نعم على قيد الحياة بدليل أننا موجود عندك أحيي روحك الطيبة شرف كبير لي والله أنك تقبل دعوتي وتأتيني <applause> للبرنامج أنا أسألك في السياسة يعني <تصفيق> <تصفيق> الأحزاب السياسية اليمنية هي التي تقدم للناس حاكمة أو معارضة حقيقة الواقع السياسي ترسم لنا صورة ما يجري أين أنتم؟ طبعا الأحزاب السياسية يعني مكون مهم من مكونات هذا المجتمع ولكن أقول في فترات الحروب دائما على العمل المدني والسلمي ونحن أحزاب مدنية سلمية ليست لدينا مليشيات لكن انا ارى انه في الفتره الاخيره بعد تواري طويل للاحزاب السياسيه وخفوت في فعاليتها وادائها خلال الفتره السابقه، الان بدات تتعافى تقريبا وبدات تطرح عدد من المشاريع والبرامج على الاقل في اطار الشرعيه لا مثل الجرح ارجوك، ماذا تصنعون ايها الاحزاب اليمنيه؟ شوف انا اتكلم الان على شقين من الاحزاب، هناك احزاب موجوده يعني مصطفى في اطار الشرعيه اكيد عبرت عن تذمره عن رفضه من هذه من من الممارسات الخاطئه للحكومه وللشرعية وقصيت وابعدت عن الشراكه الان تقدمت بمشروع لانشاء تحالف وطني عريض سمي لي الاحزاب لو سمحت آه التنظيم الوحدوي الشعبي, الشعبي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني ومع المؤتمر الموالي للشرعيه وحزب العداله والبناء واتحاد القوى الشعبيه وحزب البعث القومي وحزب البعث الاشتراكي كل الاحزاب مع عدا الاصلاح الان ومع الاصلاح ايضا مع الاصلاح الاصلاح إيه؟ معكم في هذا التحالف؟ مع الاصلاح ايوه ما الذي تريدون من هذا التحالف؟ ماذا سميتوه اولا؟ حتى الان طبعا اوراقه لم تكتمل يعني مشاريع الاوراق عدة هناك اللمسات النهائيه التي يمكن ان توضع على هذه الاوراق ويتم التوقيع والاتفاق على التسميه والاعلان آه ما الهدف من هذا التحالف؟ الهدف من هذا هو يعني اعاده الحيويه والفاعليه لنشاط وحضور الاحزاب في المجتمع كتلة سياسيه قويه وبنفس الوقت هو يعني في مواجهه آه من؟ في مواجهه الانقلاب وتصويبا في. مشاهدي الكرام أهلا بكم في برنامج ما وراء السياسة هذه المرة نتوقف مع الشرعية اليمنية في الرياض وعدن نتوقف مع الأحزاب اليمنية نتوقف بشكل عميق مع قيادة التحالف ونقول بعد ذلك الشرعية اليمنية الأحزاب اليمنية التحالف العربي ما لهم وما عليهم نناقش ما استطعنا بالتفصيل وبالعمق نذهب نحو عمق المشكله بغيه الخروج بالممكن المتاح من الحلول. ساتحدث اليوم مع شخصيه سياسيه يمنيه معروفه جدا الاستاذ المحامي عبد الله نعمان. الامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وهو شريك في العمليه السياسيه منذ مطلع مؤتمر الحوار الوطني في الموزمبيك حتى جاءت احداث الحرب والانقلاب و والمنفى والشتات والحالة السياسية والحالة العسكرية الراهنة في المشهد اليمني يشرفني كثيرا أن أرحب بك أستاذ عبد الله نعمان أهلا بك ضيفا عزيزا كريما في برنامج ما وراء السياسة أهلا وسهلا بك وشكرا لك أخي العزيز على الاستضافة ولقناتي من شباب أنا سأستأذنك بفاصل قصير فقط ثم سأستأذنك أن لا أبقي معك ولا أذر مشاهدي الكرام فاصل قصير الشرعيه اليمنيه في الرياض وعدم بعد ثلاث سنوات من الحرب محل سؤال فقد صار لها جيش يقاتل على الارض ومقاومه شعبيه عريضه تسندها وتحالف عربي عريض بقياده السعوديه يستضيفها ويتكفل بتمويلها وحاضنه عربيه ودوليه كلها تقفل الابواب في وجه جماعه الموقف الذي يوحد هذه القوى كلها الان هو الموقف استعاده الدوله، ما بعد استعاده الدوله يمكن ان تكون هناك منطق جزء من التباين مفهوم جزء من التباينات. يعني. من التباينات. آه نحن على كل اطلقنا اعلان القاهره وتضمن تقريبا عدد من القضايا في طليعه هذه القضايا انه لازم ان تكون الاحزاب شريكه وفاعله في عمليه البناء والتصويب لمسار الشرعيه وفي مسار التسويه السياسيه القادمه لابد دعونا لان تتعامل دول الخليج مع الملف اليمني شقانه في التحالف ليس كملف امني ولكن كملف سياسي متكامل يعني لانه مع الاسف الشديد لا زالت القوى الدوليه واليمنيه حتى الان تتعامل مع هذا الملف على انه ملف امني. دعونا لمراجعه القرارات، دعونا لكثير من القضايا الموجوده وهي تقريبا التي تمثل جوهر البرنامج للتحالف العام المعلن أرجو الذي في ان 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 اما ان يحتملني او تحتملني فرح. واما ان آآ 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 يعني لا تنفعل لا وتغضب هل انتم اصحاب كلمه مسموعه لدى التحالف بقياده السعوديه؟ من يسمع لكم؟ الذي اعرفه او نسمعه ان قيادات في المملكه وفي التحالف لا تلتقي حتى رئيس الجمهوريه. فمن انتم في الاحزاب اصلا حتى تكونوا وزنا يسمع له؟ ما هو وزنكم كسياسيين وكاحزاب وكقوى يمنيه لدى التحالف لو سمحت لي. نحن قررنا ان نستعيد عافيتنا وان نفعل انشطتنا شفت كيف؟ وان نكون حاضرين بشكل قوي في الساحه ومؤثرين في القرار السياسي وسترى الفعل في الايام القادمه سواء مع الشرعيه أو مع التحالف. جميل. طيب انا الذي اريد ان اسال عنه ايضا هل لديكم ماخذ حول سياسات التحالف؟ ام 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 تتفقون معها بالجمله والتفصيل؟ لانه في القراءه السياسيه ترى ان اليمنيون او ان اليمنيين لا يبصقون في الصحن الذي ياكلون منه ونحمل الفضل ونقدر الفضل لاهل الفضل بالتاكيد لكن ايضا لا ينبغي ان ان نكون شيك على بعض ام انا غلطان يعني لا لا بالتاكيد ما تقوله ولذلك نحن لنا ملاحظات كثيرة جدا على أداء التحالف وعلى السياسات التي تتبع التحالف في إدارة المعركة السياسية والعسكرية في الداخل طيب أريد أن أسألك عنكم أنتم الأحزاب السياسية اليمنية في الحقيقة من وقت لآخر تكون أحيانا هناك مواقف صدامية مع بعضكم البعض مناكفات داخلية كما لو أنكم تعيشون في كوكب عطارد ولا تدركون حجم الحرب والصراع والدماء في اليمن. على ماذا تختلفون مع بعضكم؟ على ماذا يعني تحددون مواقف من بعضكم؟ لو كنا في زمن السلم لقلنا اذهبوا ان شاء الله الى الجزء الرابع والسبعين من الفقره الف في جهنم. لكن نحن الان في زمن حرب نحتاج كتله وطنيه متماسكه لا متصارعه. اتفق معك تماما في هذا الموضوع ويعني نحن بدون شك في هذه المرحله يجمعنا هدف واحد الذي هو هدف استعاده الدوله فلترحل التباينات الى مرحله تاليه ب... لاستعاده الدوله آ... سيبك مما يدار بالمفسبكين بكين الاعلام والمسائل هذه كلها طبعًا. لست رجع هذه آه هذه مسائل آ... لكن نحن متوحدين حول موقف استعاده الدوله وحال ضروره بناء المؤسسات ومعيارنا النهائي هو الالتزام بالمرجعيات التي نريد أن نلزم الآخرين بها لأنه لا تنهى عن خلق وتأتي مثله نطالب من الآخرين أن لا يخالفوا المرجعيات وأن نذهب نحن إلى هذه المرجعيات ستكون كريمة يعني. في الحقيقة مؤخرا طالما وقد أشرت للمفسبكين يعني هناك حملة قامت ضدك أنت شخصيا في التواصل الاجتماعي بأنك على علاقة قوية ووطيدة بأبو العباس في تعز الذي اتهمته أمريكا والسعودية أو صنفته ضمن الإرهابيين وجماعة الإرهاب وهناك من قال حتى بأنك أنت من كتب له البيان الذي يوضح بعد ذلك وضح الأمر كاملا لو سمحت شكرا جزيلا طبعا على هذا السؤال طبعا نحن حزب سياسي لا نقيم علاقات ولا تحالفات إلا مع أحزاب سياسية بها انت لا تقيم علاقات ما كتب بانه جناحك العسكري ولكن أيوة. آه ولكن طبعا آه هناك البعض الذين لهم آه حسابات خاصة ومنزعجين من تحرك ونشاط التنظيم وظهور التنظيم خلال الفترة الأخيرة آه خلال الفترة الأخيرة يحاولون قدر الإمكان أن يشوهوا هذا التحرك أنا ليست لي علاقة حزبية مع أبو العباس ولا بيني وبين أبو العباس أي علاقة تحالفية لكن هناك علاقة تواصل بيننا وبين ابن العباس باعتباره كيان حقيقي موجود مقاوم اول من اوائل من حمل السلاح لمواجهه الانقلابيين نرضى عن اداؤه او لا نرضى عن اداؤه لنا ملاحظات حول بعض ما يقوم به امر طبيعي يعني لكن العلاقات هذه هي علاقات شخصيه بينه وبين عدد من بعض الزملاء في الفرع التنظيم بتاعز، ثم معي انا شخصيا، تطورت هذه العلاقه في فتره معينه عندما كلفني الاخ الرئيس باحتواء الاشكال الذي حصل بينه وبين بعض الفصائل في تعز في يناير العام الماضي، وادى الى استيلاء ابو العباس على اداره الامن والبحث الجنائي بعد اختطاف احد انسابه والمقربين منه. انا حليت هذه المشكله وعالجت الامر بطريقه تضمن المصالح الجميع ادت الى انسحاب ابو العباس الى تسليم اداره الامن وكل المرافق التي كان استولى عليها في ذلك اليوم واعاده المنهوبات ثم في نهايه المطاف كانت امامنا مشكلتين، مشكله قلعه القاهره والامن السياسي اللي دخلهم ابو العباس. كان يرى ابو العباس انه آه هذه هذين الموقعين يشكلوا خطاره على مقر قيادته العسكريه وهو يعتقد ان الموقعين بيد خصوم سياسيين له او خصوم آه يعني آه محتملين له. آه امنا هذه المساله وبالتفاهم بيننا وبينه مع الاخ رئيس الجمهوريه مباشره اقترحت ان تسلم هذه المواقع لعسكريين محترفين من اللواء 35 يختارهم قائد اللواء عسكريين. وفي النهاية كان المفترض هؤلاء المجاميع اللي بيكونوا في القاهرة وفي في الأمن السياسي يتبعوا من اللجنة الأمنية اللي يرأسها الأخ المحافظ وقائد المحور لكن في طرف سياسي مع كان يرى بأنه انتشار أبو العباس يتيح له فرصة معينة يعني لإثارة الفوضى في في المحافظة وتحميل أبو العباس المسؤولية أنزعج وسمى هذا الاتفاق اتفاق خيانة هذا الاتفاق ينص على تشكيل لجنة تحقيق آه للتحقيق في الانتهاكات التي جرت او التهم المنسوبه لابو العباس، لو كانوا يحققوا معه أبو العباس رفض كان ممكن يكون اليوم بالسجن. فموضوع التحالف هذا نوع من الكذب، هل ممكن واحد حليف يوصل حليفه للسجن يعني؟ طيب هل تعتقد ايضا ان ابو العباس هو يعني نبع الحنان هو حمامه السلام؟ ألا تعتقد انه انحرف بمساره على المقاومه؟ لا اعتقد، كل الناس مارست انحرافات، انا اقول لك بصرف النظر عن المسائل هذه كثير من الناس الرجل فيه. يقيم حدود ويقيم لا لا ليس صحيح ليس أه؟ صحيح هذا عمليا ما هو وظيفه ابو العباس من الاساس؟ اليس مقاوم نعم في مواجهه انقلاب؟ نعم. لماذا حمل السلاح في وجه ابناء تعز؟ لا يعني المسائل قلت لك يعني هو لم يحمل السلاح في انا لا ادافع عنه هنا لكن في اخطاء وارباكات حصلت ودائما ما تواجهت كثير من مجاميع المقاومه في عناصر مفلتة عناصر المقاومه ليست منظمه بالشكل العقائدي وليست ملتزمه لا معه ولا مع غيره يعني آآ 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 النهب والمسائل لكن انا اريد ان اقول لك شيء معين لماذا طبعا ابو العباس تكالبت عليه هذه الحمله بعد ان عرض تسليم واحد 26 مكتب من المكاتب المسيطره عليها الغريب استاذ عبد الله انكم في الحزب الناصري آه لا تميلون لا بالقليل ولا بالكثير وليس لديكم هوى تجاه اي حركه سلفيه في الدنيا. آه فمن اين جاءت هذه لا الوشائق والعواطف والرغبه في الدفاع عن ابو العباس؟ لا لا توجهي الاتهام انا اتساءل ولا اتهم اقصد انا لست قلت لك علاقتنا مع العباء مع ابو العباس حاولنا علاقتي شخصيا مع ابو العباس حاولت ان اوظفها لحقن الدماء في تعز هل يمكن على تكليف مع بتنا على تكليف مع رئيس الجمهوريه نحن موقفنا من الميليشيات في الوقت الذي كان يمكن لنا وكل الابواب الطرق مفتوحه امامنا لان يشمل من جهه التنظيم لكن رفضنا رفض مطلق واردنا ان تتم عمليه اسقاط الانقلاب عن طريق الوحدات العسكريه لهذا بادرنا لتشكيل نواه عسكريه في الحوبان بقياده القاده العسكريين اللي كلفهم الاخ رئيس الجمهوريه وبشكل مباشر الان مشروعنا واضح وقدمناه للاخوه في في التحالف يقضي أو ينص على ضرورة دمج كل الكيانات المسلحة والاتفاق على ضوابط وشروط العملية الدمج تبدأ بعملية تسليم السلاح الثقيل والمتوسط وتفكيك هذه الكيانات وتوزيعها في إطار كل التشكيلات العسكرية الموجودة في الألوية العسكرية وصلت الفكرة أستاذ عبد الله نعمان هل تعتقد بأن الخطاب الأخير للرئيس السابق علي عبد الله صالح مع كوادره وهو يقول بشكل ساخر مازح لكن ما وراء الكلام من أنه سيتفق يوما مع رئيس الجمهورية مع بن رئيس الوزراء مع علي محسن نائب رئيس الجمهورية هل يمكن لكم كسياسيين أن تلتقطوا مثل هذا الكلام إن كان لا يزال يعنيكم وتقولوا من أن الرجل يريد أن يتفق معكم يريد فتح خط لـ 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 لأي التقاء من أي مستوى كان في مشروعنا الذي تقدمنا به للتحالف السياسي في الرياض قلنا بانه يجب ان ننشئ تحالف داعم للشرعيه، نحن امام شرعيه وانقلاب، تمام؟ تحالف داعم للشرعيه وقلنا انه هذا التحالف لا يجب ان يكون مقفل على الاحزاب التي تبادر لانشائه، وانما يجب ان يظل مفتوح لكل القوى التي تعلن التخلي عن المشروع الانقلابي والاستعداد للانخراط في اطار دعم الشرعيه ما عدا من خضبت أيديهم بدماء اليمنيين ونهب ثرواتهم المعنى انكم لستم على استعداد كاشخاص لستم على استعداد لتفتحوا خط مره اخرى نحن... مع الرئيس السابق نحن... علي عبد الله صالح نحن مستعدين لان نفتح خط مع الحزب الاشتراكي مع الحزب المؤتمر الشعبي العام وكل قياداته وكوادره الذين يتخلون عن الانقلاب وعن تحالفهم مع الحوثيين ويقبلون الانضمام في صفوف الشرعيه بصيغه جامعه ما هو حجم المشكله في اليمن اليوم؟ قابله للحل نعم قابله للحل قابلة. ليست مستحيله ليست مستحيله على الاطلاق اذا هي في متناول الأيدي ما هي الحلول تسليم سلاح وانسحاب وإزاله الآثار المترتبة على الانقلاب مع إلغاء كافة القرارات التي آه لا تتوافق مع شروط الدستور والقانون الذي اصدرته القياده الشرعيه ونحن هنا عندما نتحدث عن السلاح نتحدث عن السلاح الموجود في يد كل الميليشيات هذا الكلام الذي تقوله الان توجهه لمن لطلبه المدارس ام توجهه لانقلاب لفظكم خارج اليمن تقول له سلم السلاح، يا رجل لم يسلم السلاح وهو لا يزال حركه نواه ولدت بالسلاح وتتنفس بالسلاح اي تسويه لا تقوم على تسليم السلاح ليست سوى هدنه لحرب جديده انا اسالك الان عن اطروحه قابله لان تكون واقع، لا اريد منك يعني تخيلات لا هذا الواقع هذا هو الواقع أنت, أقول تقول بأن الحلول... انت تقول لي بعد اذنك استاذ بان الحلول ممكنه وان الحلول ليست مستحيله في حين انا اعتقد او اتساءل ان كان من المستحيل او من المنطقي ان تاتي جماعه الحوثيين وقد سيطرت وحكمت وطعمت لذة السلطه وشردت وخلقت ثارات وفجرت البلد وعادت الخليج والاقليم ثم بعد ذلك تسلم نفسها لك لا 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 باي منطق هم شركاء لا يريدوا ان يكونوا شركاء في هذا الوطن يعني المشكله معهم نحن لا نريد ان نقصيهم ولا نستاصل احد، كل ما في الامر نضع حل ومعالجه للسلاح المتوافر لدى كل الاطراف الان كي نضمن يعني تسويه ما هو الميزان آه ما هو الميزان الذي تقف عليه وتثقل نفسك فيه ليرضى عنك كفه الميزان الاخرى؟ لا يهمني يعني ان يعني ترضي كفه ال اذا لن توجد حلول لا اقصد انا هو كل الناس مطلوب منهم تنازلات، لازم نعقل الطرفين، انا عندما اتحدث الان عن تسليم السلاح من كل الاطراف وربما يعني ب... ب... حتى سلاح. من سيفرض على علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي بان يسلموا السلاح؟ من؟ هذه هي, ها... هي المشكلة هذه هي المشكلة، يعني انه الامور هل هي مشكلة قابلة للحل؟ ما لم ما لم يقبل الاطراف كلهم بتقديم تنازل وتسليم السلاح لكي نضمن تسوية دائمة واستقرار مستدام في اليمن لن تكون هناك نتيجة الا الحسم العسكري وهذا مستحيل لاي من الطرفين، ستظل اليمن مسرح للحرب. الا تدركون انتم في الاحزاب وفي الشرعية ان اطالة امد الحرب سيحول اليمن الى خرابة؟ وأن من سيعيش سيكون عبارة عن جرحى و... ومعاقين وفقراء جميعا نحن ندرك كل الإدراك المآلات التي استنتهي إليها الحرب ولذلك أقول لك ما يهمنا لضمان تسوية مستدامة وعدم تكرار دوامة الحروب في اليمن أن التسوية يجب أن تقوم على أساس تسليم السلاح من كل الأطراف وما عدا ذلك فكل شيء قابل للحوار ما هو تقييمك لأداء رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي؟ أداء يعني لا يلبي طموحات الطلعات اليمنيين. ما هو تقييمك لأداء نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح؟ أداء الشرعية بشكل عام لا يلبي طموح الطلعات اليمنيين وليس في مستوى ما نريده نحن. ما المستوى الذي نريده نحن؟ نريد حكومة تهتم ب بتطلعات الناس نريد الآن. قيادة سياسية قادرة على إدارة المناطق المحررة وتثبيت أمنها واستقرارها وتقديم نموذج للدولة اليمنية المنشودة أستاذ عبد الله نعمان يعني ما الذي يمكن أن تقوله لمن يسألك بأنه أنتم مشكلتنا ولستم الحل يعني لم ترضوا عن أحد في زمن السلم ولم تقبلوا بأحد في زمن الحرب لا اتفقتم مع بعضكم في زمن السلم وأتيتم تحملون مشاكلكم في زمن الحرب يعني ما المطلوب منا ان نعالجه فيكم انتم معاشر السياسيين والاحزاب قلت لك يعني المشكله ليست هناك المشكله لدى السياسيين علينا ان نتخلص من النزعات الرغبويه الموجوده داخلنا ومن المكاسب الانيه والضيقه وعلينا ان نفكر بمصلحه اليمن وبانه لا مصلحه حزبيه ولا مصلحه شخصيه تحقق لا خارج نطاق المصلحه الوطنيه طيب اذا اذا ارتفعنا الى هذا المستوى بتخرب هل تعتقد استاذ عبد الله نعمان وارجوك احتملني في هذه هل تعتقد ان على الشعب اليمني ان يحتملكم اكثر من ذلك وان يصبر عليكم وان ينتظر الى ان ياتي التحالف والمقاومه ويشتغلوا عمال نظافه يكنسوا الطريق والقاذورات والاوساخ لتاتي هذه الاحزاب التي فشلت في تحصين اليمن بالامس ثم تعود وتحكمنا من جديد. هل هذا هو المطلوب من الشعب اليمني ان يصبر عليكم اكثر؟ لا يستطيع احد ان يفرض نفسه على الشعب اليمني على الاطلاق، في النهايه الشعب هو صاحب الاراده ونحن ننتظر ثورات وتحولات اذا ما رات اننا غير صالحين تقتسنا الى الـ ليس الغرض في سؤالي اكتثاثكم او بقائكم، ما اريد قوله في السؤال هو أنه اليست البيئه السياسيه والمناخ مهيئه لاجيال اخرى تاخذ الرايه بدل الحرس القديم؟ سنسلم الرايات على طول عندما توجد هذه الألمية لم توجدوها انت تقول موجوده وانا اقول لك سنة انا, سنة أنا اسالك هل البيئه مناسبه علي عبد الله صالح أنا لم أنا يخلق انا اعتقد علي عبد الله بعد اذنك لك. علي عبد الله صالح طوال فتره حكمه لم يجعل الساحه السياسيه ترى في رجل يصلح لان يكون رئيس بعده المشائخ قادة الاحزاب جميعهم يبدون مدائن انا اعتقد هذه الزلازل التي حصلت في اليمن سوف يكون لها يعني تداعيات كبيره جدا وتداعياته كارثيه لكن في ذات الوقت يمكن ان تتيح فرصه امام اليمنيين للخروج من هذا النفق، اكيد في قوى جديده، في جيل جديد بيصنع نتمنى ان يعني يلتقط اللحظه وان يخرج من بين الركام ليحمل الهم الوطني اليمنين. العام. في الحقيقه حديثك هذا ياخذني الى سؤال اعمق في ذات الـ 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 السياق. الا تعتقد ان هذه الزلازل آآ آآ السياسيه والعسكريه والامنيه في هذا الراهن المختل في اليمن يمكن ان يجعل الداخل اليمني يياس من آآ آآ جنون الحوثي وصالح فيما ان النخبه نفسها المؤيده للشرعيه تياس منكم انتم في الاحزاب ومن الشرعيه ومن هذه ومن علي محسن وتتخلق نخب ترى ببدائل تتجاوزكم جميعا في الداخل والخارج شوف هذا الوضع يعني مرشح لكل الاحتمالات السؤال منطقي أي نعم هذا الوضع مرشح لكل الاحتمالات مرشح لولادة أجيال عنيفة ومرشح لولادة أجيال قادرة على أن تحمل لواء القلوب والأزمة طيب أستاذ عبد الله نعمان آآ أيضا آآ الحديث عن الشأن اليمني الآن أخذ أخذ حالة انسداد يعني دائما نفشل في الحوار فشلنا في الحوار مع في وثيقة العهد والاتفاق ذهبنا مع الملك الحسين وعدنا وأشعلنا حرب صيف 94 فشلنا في الحوار وتحاربنا حتى في مطلع 2011 فشلنا في حوار موفمبيك وخرجنا إلى هذه الحرب طيب جاء لنا مبعوث أممي سابق جمال بن عمر ثم مبعوث أممي لاحق هو ولد الشيخ ولم نخرج الى اي نافذه ضوء ما الذي نحتاجه؟ اليمنيين طبعا نحتاج ان نتخلص من العقد المصالح الضيقه والمكاسب الانيه وان نفكر بقدر كبير من الهدوء وان لا مصلحه شخصيه او مصلحه حزبيه يمكن ان تتحقق خارج اطار المصلحه الوطنيه نعلي المصلحه الوطنيه ونستعيد الدوله ونعيد بنائها على اساس المواطنه نقتنع نقتنع ان نبني الدوله على اساس المواطنه والعداله طيب السرعة. بعد اذنك هل المجتمع الدولي الامم المتحده مجلس الامن الدول الثمان الراعيه هل هؤلاء تحت الطلب حتى نكون نحن جاهزين لا. ليست المشكله لديهم، المشكله لدينا نحن نقل. اقصد انهم سيجعلون الى يعني ماده في الارشيف حرب منسيه يعني. نعم هم و... و... وكل دوله من الدول هذه لا تشتغل لوجه الله ولا للمجان ولا لفعل الخير لديها مصالح اذا يعني التحدي لدينا التحدي في الداخل هل نحن بمستوى التحدي؟ نامل ان نكون كذلك حتى تأمل ويحقق الله أمانيكم نتمنى لكم التوفيق لكن أنا أحدثك الآن كقائد سياسي أنا أنت أمام الشعب اليمني يعني هل أنتم بحجم التحديات يا سيدي؟ نعتقد أننا كذلك طيب يعني دعني أقول ما هو تقييمك لأداء المجتمع الدولي في المسألة اليمنية والحرب تحديدا المجتمع الدولي طبعا له حساباته الخاصة وبالتالي طبعا انت تدرك انه عندما اتخذ حتى قرار مجلس الامن 22 16 اخذ القرار لكن هذا القرار لم ير النور لم تتخذ اي اجراءات فعليه لتنفيذه يعني اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون يعني للمجتمع الدولي حساباته والمجتمع الاقليمي حساباته في تصوري ان الازمه في اليمن سوف تستمر الى ان تستوي هذه الحسابات على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الداخلي يعني التحالف مشغول ايضا بقضاياه وبحسابات داخليه يعني سوف تحسم هذه الحسابات الداخليه ليتفرغوا لحسم المشكله اليمنيه الاستاذ عبد الله نعمان الامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري انا اشكرك شكرا جزيلا كان الشرف كبير لي انك تكون ضيفي وانا سعيد اكثر بسعه صدرك لم اتوقع في الحقيقه كل هذه الرحابه يعني فانا اشكرك شكر مضاعف يليق بك ويرضيك اشكركم احبتي الكرام المشاهدين لك الشكر من الجميع اشكركم احبتي الكرام المشاهدين سنلتقي في حوارات قادمه في برنامج ما وراء السياسه لكم خالص محبتي انا عارف الصرمي دمتم بامان الله الى الليل. مشاهدي الكرام اهلا بكم في برنامج ما وراء السياسه هذه المره